السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 30 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الأسد بما أن القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 11 و 53 دقيقة من ظهر يوم الأحد 31 12 لا ينتقل القمر بعديها برج العذراء القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر طبعا بما أنه موجود بالأسد معناته تأثيرات برج الأسد رح تشمل جميع الأبراج اليوم بهاي الصفات أنه الناس بيكونوا اليوم من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز حول الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع حبيبنا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا لا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و 12 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فيفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا الأكثر حساسية. طبعاً أي أعضاء في الجسم يصلح إجراء العمليات الجراحية لإلها خصوصاً الكبرى. إلا هاي الأعضاء اللي ذكرناها تنظير فحوصات أخذ علاج مراجعة طبية ما في أي مشكلة طبعا بالنسبة لعمليات التجميل اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم راح يكون يوم الغد الأحد بيبدأ الساعة خمسة عشر دقيقة صباحا وبينتهي الساعة أحد عشر وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا وبينتقل بعديها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره عشر يوم في تمام الساعة خمسة وأربعة وخمسين دقيقة مساء بصير 19 يوم نسبة الإضاءة 86% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 60% القمر في الأسد حتى يوم 31-12 منتحس الآن بنسبة 15% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم اثنين واحد منتحس بنسبة 75% الزهرة في القوس حتى يوم 23 1 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4 1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 يعني يوم الغد بنهي عملية التراجع سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وابلوتو في الجدي حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية. وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم يوم إيجابي بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات أو ممارسة الهوايات أو التقرب من الأحبة اليوم الأجواء جيدة للتقارب العاطفي بشكل قوي جدا وأيضا للاهتمام بأحبائنا برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وبرضه اليوم في حدث عائلي ملفت للانتباه بالنسبة لك وبرضه في مصاريف اضافيه برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم اشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهه قصيره وبرضه بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار تتمتعوا بسرعه بديهه وخاطر وباستطاعتكم مناقشه الامور الصعبه وطرح افكار جديده ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك، وبرضه بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات، وممكن بعضكم يهتم بالسيارات أو بالإلكترونيات. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان، طبعاً اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكم تكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم أنك تتفائل وتقدم برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التح... يعني أنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت واستغليت الفرص. برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور أو أثناء التعامل مع الغير. ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس وبرضه بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد. لا تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط. حاول إنك تعمل بشكل روتيني ونظم أمورك وضاعف مجهودك. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء القدامى يا لقاء يا اتصال وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم لانه اليوم في نوع من انواع التحالف رح يكون ما بينكم وبين الزملاء او الاصدقاء او الجيران ويعني على المستوى الاجتماعي الاجواء قوية جدا، اهم شيء انك اليوم ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل، ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل. أهم شيء إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ. ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية. المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية. فترة صعبة بدها شويه تركيز اهم شيء بدون مبالغات ولا مجازفات ولا مخالفه قوانين برج القوس بالنسبه لمواليد برج القوس اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيده وممكن بعضكم يشارك في حمله او ورشه عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقه معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وبرضو بإمكانك اليوم تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية هاي الفترة مثمرة على جميع الأصعدة برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهه ثم فرصه لمكسب بيجي من شراكه او تعويض ولكن من جهه اخرى يجب الحذر من اي شراكه ماليه جديده ما بيناسبك اطاله الخلاف والزعل حاول انك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك اداره المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بارث او موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني. أهم شيء إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات. ما بينفعك التوتر ولا الجدال وحاول إنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة. وما تتسرع في اتخاذ القرارات الأهم أنه تمالك نفسك وأضبط عصبيتك برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك برضو بدكم تنتبهوا لغذاكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا اكثر تنظيما واحسنوا اداره الوقت اتجنبوا اثاره العدوات واهمال وضعكم الصحي وحاول انك تاخذ قسط من الراحه واهدأ وكون عند حسن الظن هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء